أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك بين أبناء الشعب العراقي واعتماد الشفافية والدقة في نقل المعلومات والحقائق للرأي العام منعا للالتباسات. وأشار الرئيس صالح خلال استقباله وزير الداخلية ياسين الياسري ومحافظ باب الكرار العبادي إلى دعم الإجراءات المتخذة في التحقيق القانوني في موضوع الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها مؤخرا في محافظة بابل وضرورة التوصل إلى الحقائق وإعلانها. بدوره أكد وزير الداخلية أن الجثث المجهولة تعود لأعوام سابقة ومن مناطق مختلفة، وقد تم دفنها وفق قانون الطب العدلي.